للسينك. طيب يلا كلها على الماكينات. هلا بدنا نمسك الاصوات نطلعها من الماكينات نحطها على فروتي لوبس ونرتبها عشان يصير عندنا انترو ومين بارت ويصير عندنا بادي جسمي. هون التيمبو قديش؟ 144. نعمله على فروتي لوبس 144. هلا بدنا نسجل صوت options audio settings QU تعال صوت ماكينة. اوكي، اول اشي الدلعوج زي ما شايفين هون اسمها سينسترم دليوج، بيجي عليها اصوات وبيضل الواحد يعمل سيكونسينج منها. سيكونسينج يعني يقول للماكينة التانية ايش تعمل، يعطيها سيكونس تسلسل. تعرف شو المشكلة؟ مشكلة الشارع، أصوات الشارع. سكر الشباك. أول صوت، أول إشي الواحد بسجل الدرمز، بعدين بسجل البيس وباقي الأصوات عشان يرتب الأشياء بمخه زي ما المفروض. طبيعي. اوكي
بعد الديليوج والدرامز بدنا نسجل المينيلوج اللي هو المين ميلودي، الميلودي الرئيسية. بعدين بقى الاشياء ايه هاف ما لعبش هاف ليش ما لعبش عمركم سمعتوا مؤمن يلدغ من جحر مرتين لا يا عمي الصوت اللي هو جي في تن تن اللي هو هذا على ما اظن هات نشوف صحيح صار عندنا كل شيء مسجل هلا بدنا نرتبه اولا فروتي لوبس دائما بزيد لي هذا الاشي بالاول بجوز بقدر الاقي له حل بس صار لي فتره مش عارف الاقي له حل ها بشيل هذا الاشي عشان نوصل للجزء الدسم بدنا نعمل اول اشي مقدمة We'll be right back.
عشان البيت للناظر ايش بضل نعمل؟ انتوا قولوا لي، مش راح اقول لكم، انتوا قولوا لي. وينك لما ابوكي؟ افرو بيت 36 هيا. بنسكها بنزتها هيك. خلصنا حلقة اليوم من بيت مع الناظر، وشكرا.